ينسى في بيتنا على ابار ارتوازيه ذات تدفق عالي، الا ان انعدام الكهرباء احرى دون تمكن من استخراج واستغلال مياه هذه الابار، ما ادى الى جفاف وكذا اتلاف العديد من الاشجار وتلف العديد من الاشجار. سعيد حريقه وحميد عوادي يفصلان في هذا التقرير. بقرية مجنسة بولاية باتنا يجد فلاحها صعوبة كبيرة في مواصلة نشاطهم الفلاحي بسبب انعدام الكهرباء التي حالت دون استغلال مياه الأبار الارتوازية. دروك رانا نمشيو بالجروب، الجروب يصيبه أعطال، والفلاح غلب من الغازوال غالي وفيه أعطال كثيرة ما يقدرش يتفلح. استفدنا من مشروع نتاع التنمية الريفية من 2007 وحفرنا فراج ما لقيناش فيه الماء، زدنا فراج واحد آخر لقينا فيه الماء ما شاء الله، راه تقريبا 20 لتر في ثانية، ولكن كاين تأخير في تزويد بالكهرباء. 2003 عطاونا فراج ورزقنا رب العالمين بالماء وعطاونا شجر، وهاك تشوف الشجر كيف قام واستغلينا وما وعلى خسرنا، وكل من على جال تريستي ما كانش. خمس آبار هو ما تتوافر عليه القرية، لكن لا شيء يدل على وجود هذه الثروة المائية، فهي بالنسبة لهؤلاء غير موجودة، كونها غير مستغلة ليكون مطلبهم مشروع لتزويد بالكهرباء الفلاحية. ناشدوا السلطات باش تعاوننا للكهرباء الفلاحية هذه باش نخدموا ونرجعوا المنطقة كما كانت بكري. كانت خضراء، كانت هذه لهنا وكل مشماش، وكانت زيتون كيما راهي. فيه مذكره من السيد والي الولايه اللي ترسلت للبلديات، حنا جزء من هذه الاستفاده اللي عندنا فيها برنامج تاع 7 كيلومتر. الان الدراسه راهي موجوده على مستوى مديريه المصالح الفلاحيه، نامل ان شاء الله باش تكون في الاجل القريب يستفيد المواطن. واقع فلاحي صعب هنا بالقريه، ووضع ينتظر اصحابه ان يتغير، خاصه ان الاراده للعمل موجوده، ينقص فقط دعم السلطات المحليه لذلك.